سلام يا مبهر سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم مرحياتي هذا المهرجان الغالي مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه لمنافساتي سن الكبار مع تحدياتي في اتي الحيل وانطلاقة الثمانية كيلومترات للاشواط العامة والشعارات أبناء دولي مجلس التعاون أبناء الشعب مع تحدياتي وانطلاقاتي هذه الأسماء المميزة الحاضرة في شوطنا السابع وجائزة هذا الشوط نيسان باترول ستيشن هي جائزة من يحظى بالمركز الأول بتحدياتي وانطلاقاتي ومنافسات ميدان التحدي لنبدأ معكم وبحضراتكم بالنداء للمركز الأول لنتابع مسيرة البداية ومن تفتتح النداء بانطلاقتها ملوح المركز الأول مبارك بن محمد بن صالح بن نصر العامري من يتقدم شعارة مع البداية ومع المركز الأول المركز الثاني التواجد من قبل منيفة السعيد بن بطي بن محمد الزعبي من يتواجد شعارة على المركز الثاني مع تحديات شعار المغامر على ثاني الأسماء المركز الثالث أتابع مشاهدين الكرام الظفرة محمد بن زايد المنصوري يتقدم شعار ليقدم لنا الظفرة بذكريات هذا الشعار بسجلاته باحتفالاته بإنجازاته الماضية يتقدم ليقدم لنا الظفرة مع المركز الثالث المركز الرابع شعار سعيد بن علي بن راية يتقدم هذا الضيف القادم من المملكة العربية السعودية وخصيصا من منطقة سودة ومن ميدان السيح ليقدم لنا تحديات شهنية على المركز الرابع المركز الخامس أتابع على المركز الخامس شقرات عودة ملكيتها المبارك بن شعفان بن عبيد بن عوض العامري أيضا ضيف قادم من دولة الإمارات هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة بهذه المسيرة وهذه التحديات وهذه الانطلاقات وعملية البحث عن اختطاف ناموس هذا الشوط وعن اختطاف النيسان باترول ستيشن نعود بحضر حضراتكم الى المركز الاول لنتابع منطلاقة البداية التقدم والحضور من قبل ملوح وشعارها الذي بدأ يلوح مع الصدارة ليقدم لنا هذه الانطلاقة هذا العرض الجميل هذا الاداء المميز هذا الانطلاق الفريد مع تحديات ملوح مبارك بن محمد بن صالح بن نصر العامري يبحث عن النصر والانتصار بهذه المسيرة وبهذه الانطلاقة المركز الثاني التواجد من قبل منيفة على المركز الثاني سعيد بن بطي الزعبي يتقدم شعاره ليقدم لنا انطلاقته مع المركز الثاني مع المغامر وبرفقة المغامر ليقدم لنا المغامرات اللطيفة المغامرات المميزة المغامرات الكبيرة التي دائما وابدا نترافقنا بها ويرافقنا بها مع الأسماء المميزة ومع الأسماء الجميلة ليتواجد مقدما لنا هذا الشعار تحديات منيفة على المركز الثاني المركز الثالث التواجد للظفرة محمد بن زايد بن محمد المنصوري غادم هذا الشعار من الظفرة ليقدم لنا انطلاق جميل مع المركز الثالث المركز الرابع أتابع شانية سعيد بن علي بن راية المري يتقدم شعار رابعا المركز الخامس أتابع مشاهدينا الكرام حضوري وتقدم شقرة مبارك بن شعفاء بن عبيد العامري مع المركز الخامس لم يتجدد أي جديد على دائرة الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والحاضرة بمسيرتها وبانطلاقاتها على هذه الخماسية الجميلة على هذه الأسماء المميزة على هذه النجوم الساطعة في عصرية هذه الليلة مع انطلاقة هذه الأسماء مع حضور هذه الشعارات هذه الخماسية الرائعة
الضيعة التي تضم لنا شعارات يا أبناء دول مجلس التعاون، أبناء الإمارات، أبناء قطر، أبناء المملكة العربية السعودية، في لقاء قوي كبير في ملتقى خليجي مثير مع تحديات هذه الأسماء الجميلة والرائعة وهذه الانطلاقات المميزة مع الأسماء الخمسة الأولى الفايف ستار. لكن أعود إلى البيج ستار، أعود إلى النجمة الكبيرة على المركز الأول مع الصدارة والمقدمة ومع تقدم ملوح. ملوح المركز الأول، ملوح مع البداية، ملوح منذ البداية، منذ أن أعطي هذا الشوط إشارة البدء وهي محكمة للغبض بالمركز الأول ومنطلقة مع الصدارة لتكون حاضرة بالبداية، حاضرة بالانطلاقات، حاضرة بتقديم العروض المميزة. تعود ملكية ملوح المبارك بن محمد بن صالح بن نصر العامري على المركز الأول. المركز الثاني، هذه منيفة الزعبي على المركز الثاني. تعود ملكية منيفة لسعيد بنبط الزعبي مع المركز الثاني، ومع الثاني التحديات. المركز الثالث، التقدم للظفرة محمد بن زايد المنصوري مع المركز الثالث يتواجد شعارة، والمركز الرابع على ما يبدو بأن الأسماء الثلاثة الأولى بدأت تنعزل بهذه المسيرة بهذه الانطلاقة. المركز الرابع الشهانية لسعيد بن علي بن راية المري، والمركز الخامس التواجد لشقرة المبارك بن شعبان بن عبيد العامري. هذه هي الأسماء، هذه هي الشعارات، وهذا هو النداء الثالث للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة. راقبوا هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، لنبدأ بنداء جديد لكن نداء تدريجي من المركز الخامس حتى المركز الأول بهذه الانطلاقة. المركز الخامس تتواجد شقرة ويتقدم شعار مبارك بشعفاء بن عبيد بن عوض العامري. منذ اول نداء هذا الشعار متواصلا مع المركز الخامس. المركز الرابع الشهانية لسعيد بن علي بن راية المري مع المركز الرابع، يتابع امور ومجريات هذا الشوط وانطلاقاته ويراقب الاسماء الثلاثة الاولى والمثلث الجميل الذي تقدم لنا ويقدم لنا شعار المنصوري وشعار الزعبي وشعار العامري. المركز الثالث، هذه هي الظفرة على المركز الثالث، محمد بن زايد بن محمد المنصوري مع المركز الثالث. المركز الثاني منيفة، منيفة وسعيد بن بطي الزعبي المقامر من يقدم لنا منيفة مع المركز الثاني. المركز الأول، هذه ملوح على المركز الأول مع النداء الأول والنداء الثاني والنداء الثالث ونداء الرابع الذي أتممته بنداء تدريجي، هي على المركز الأول ومتمسكة ومحكمة للغبضة بالبداية وبأول المراكز. تعود ملكية ملوح المبارك بن محمد بن صالح بن نصر العامري على البداية ومع الانطلاقة الجميلة واجد على المرتبة الثانية. منيفة تعود المكلي سعيد بنبط الزعبي على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث الظفرة لمحمد بن زايد المنصوري على المرتبة الثالثة. المركز الرابع بدأ التغيير من قبل شقرة مبارك بن شعبان بن عبيد العامري مع المركز الرابع بهذه اللحظات. المركز الخامس الشهرية سعيد بن علي بن راية. شوفوا الأسماء القادمة، الأسماء الحاضرة بقيادة عوايد بن الشير، عبد الهادي بن الشير يقدم لنا عوايد والأسماء التي تحضر مع عوايد قادمة إلى المنافسة، قادمة إلى التحدي. الأسماء بدأت تقترب لكن ملوح ما زالت محافظة على هذا المركز المتقدم، ما زالت مسيطرة على البداية. ملوح على المركز الأول وشعاره الذي يلوح بالصدارة، يلوح بالأفق مع المقدمة ومع افتتاحية لافتة 1500 متر. خلاص
بانت المنصة، بدانا مع المنعطف الأخير مثل ما يقول أبو سعد، مع الكوع الأخير، مع الكوع الأخير بهذه الانطلاقة الجميلة، بهذه الانطلاقة المميزة. ملوح المركز الأول بالنصر يراقب هذه التحديات المثيرة، لكن الزعبي منيفة منيفة المقامر عنده حلول بهذه المسيرة، يقدم لنا منيفة بثقل اسمها بثقل شعارها، لكن الظفرة أبناء الإمارات على المركز الأول والثالث، أبناء الظفرة مع المركز الثالث يقدمون لنا الظفرة، محمد بن زايد المنصوري مع المركز الثالث، هذا الثلاثي الجميل، هذا المثلث الخطير، هذا المثلث الفريد من نوعه بهذه الانطلاقات، بهذه الانطلاقات. الله بالنصرة بالنصرة بالنصرة، رجل المفاجآت يقدم لنا هذه المفاجأة الجميلة. ملوح الظفرة الظفرة، ملوح اللحظات الحاسمة، الحزام الأخضر الحزام الأخضر، هذا الشعار على المركز الأول، ملوح مع البداية، الظفرة ثانيا، منيفة ثالثا، أبناء الشحرية قادمين، لكن أبناء الإمارات ظفرة الظفرة الظفرة. الله مرور الظفرة مرور مرور الظفرة مرور، نحو اختطاف النيسان باترول ستيشن، نحو اختطاف اللقب مع انطلاقة المركز الأول، مع تحقيق الظفرة لناموس هذا الشوط. أعلى الإعصار الغربي، الإعصار الغربي، محمد بن زايد المنصوري قدم لنا الظفرة، وظفرت بانتزاع هذا الناموس. التهاني والتبريكات لهذه الانطلاقة الجميلة، نهني محمد بن زايد المنصوري، وإن طالت عثراتي ذات يوم آتي، بالفعل يا المنصوري التاريخ يتحدث لسجلات هذا الشعار، لبطولاته وإنجازاته وذكرياته. هذا الشعار محمد بن زايد المنصوري قدم لنا الظفرة، وحظت على المركز الأول منيفة ثانيا، ليش بشعار الزعبي المركز الثالث، ملوحة بالنصر المركز الرابع، رمانة ناصر المسد المركز الخامس، وصلة مذيار أحمد بن سعيد النيادي. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا المنافسة التي حضرت في هذا الشوط، والانطلاق الجميل والحضور للظفرة والإشعار محمد بن زايد المنصوري، من قدم لنا هذا الانطلاق الجميل خاطفا النيسان باترول ستيشن. التهاني والتبريكات، 12 دقيقة 38 ثانية 47 جزء من الثانية، نهني ونبارك لمحمد بن زايد المنصوري مالك الظفرة، من خطف الناموس وهدى أبناء الظفرة هذا الناموس المميز. المركز الثاني كان الوصول من قبل منيفة، على المركز الثاني توقيتها الزمني لحظة الوصول 12 دقيقة 41 ثانية 17 جزمة ثانية. التهاني والتبريكات نزفها لبطي أو لسعيد بن بطي الزعبي، من قدم لنا منيفة، من حظت على المركز الثاني. المركز الثالث وصل الشعار بالنصرة، من قدم لنا ملوح 12 41 71 جزمة ثانية. التهاني والتبريكات لمبارك بن محمد بن صالح بن نصرة العامري.